نص لتر من الميه، 100 مللي من زيت الذره، سنه ملح بسيطه جدا، سنه سكر بسيطه قوي، ويغلوا على النار. بعد ما بيغلوا على النار عند 400 جرام من الدقيق. بنقوم حاطين عندنا الدقيق كله مره واحده زي اللي قدام حضراتكم، وابدا ان انا اقلب العجينه دي عندي على النار اهي. لازم اسويها كده زي العصيده بالظبط. ما اعرفش العصيده دي، العصيده دي اللي بيا. يفضلوا يقلبوا فيها كده اهوت عندي على النار لحد ما تستوي خالص اهي. بعد ما اتاكد ان الدقيق خلاص بقى كتله واحده واستوى معايا، بنبدا نحطه فين؟ عندي على الرخامه بتاعتنا. تمام، بفرد على الرخامه لحد ما يبدا اللي هو يبرد معايا كويس. بعد كده اكون محضر له 6 عدد بيض. الجديد النهارده في بلح الشام اللي انا اعمله، مش هحطه في شربات، مش هضيفه في شربات، انا هاخده هبدا ان انا هفتحه من النص احط فيه شوكولاته. عايزك بس تجربيه كده، جربيه وشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. بص العجينه بقى بتعمل ازاي بلح الشام. بص يا باشا، بعد ما بردت اهو صلاه النبي، نقوم شايلين يا باشا العجينه دي خل اهي، بعد ما بردت معايا نلمها عندي من على الرخامه اهي، ونقوم حاطينها عندنا في العجان. عيني عليك يا حاج احمد. ونقوم واخدينها ونبدا ان احنا نشغل عليها. وهي بتشتغل كده بقوم حاطط عندي 6 عدد بيض. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المقادير بالظبط، هتاخد 6 عدد بيضات بالظبط. تمام، وهم واخد عندي شويه فانيليا صغيرين، نقوم حاطينهم على البيض. فانيليا باودر او فانيليا سايله اللي موجود اشتغلي بيه. حلو الكلام. نبدا نعلي ونبدا نضيف واحده واحده البيض. على فكره ينفع نشتغل بمضرب سلك يا جماعه اللي هو الكهربائي العادي، وممكن نشتغل بمضرب سلك يدوي زي ده في بولة. هي الموضوع وقتي مش اكتر، انا عندي امكانيات بستخدمها، هي دي الفكره والله. لكن انت لو ما عندكيش عجان بمضرب سلك يدوي هتشتغل معاكي، ومش موضوع عندي امكانيات كمان وبستخدمها، موضوع بس اللي هي الوقت بينجز معايا الوقت، خصوصا ان الوقت بيبقى في رمضان مزنوق جدا زي ما حضراتكم عارفين. احنا كنا الاوقات اللي فاتت او قبل رمضان كل سنه طيبين بناخد ساعه ونص، دلوقتي ساعه الا تلت. بحط عندي البيض اهو، حط عندي رقم 4، تلم نقوم مدينها الباقي اهي. بصي تلاقيها بتفصل كده كل واحده بالوحده، وبعد كده بتقوم لما العجينه شايفه ازاي، نقوم حطيناها الاثنين التانيين مع بعض مره واحده. المقادير موثوق منها تماما ان شاء الله، فاشتغلي فيها وانت قلبك جامد. 6 عدد بيض وشويه فانيلا صغيرين، سنة ملح بسيطة على النار مع نص لتر من المية مع 100 مللي من الزيت مع شوية سكر صغيرين مع 400 جرام من الدقيق. طيب أنا عندي زيت حطيته عندي على النار مش بشغل عليه، أبدأ قبل ما أقطع أشغل عليه عادي أهو كده كده هو بارد يعني. أنزل عندي العجينة. بص العجينه واخده العرق بتاعها عامل ازاي اهو. نبدا نحطها عندي في كيس الكريمه. بس بايخ قوي.
نبدأ ناخد عندنا نقطع كل مقاس واحد، وزي ما اتفقنا احنا مشغلين دلوقتي على الزيت. استأذنك بس يا خال احمد، هحطها هنا عشان تعالى هنا احطها هنا بس الى احمد هنا، معلش اهو بس كده. الناس طبعا بتقطع بمقص يعني بايدك، صدقيني الموضوع هتلاقي مظبطه الدنيا قوي فيه. مش ينفعش اقطع اكتر من كده لان ده هينفش دلوقتي في الزيت، هيطلع وهينفش. تاني حاجه من ضمن الغلطات اللي احنا بنغلطها ببلح الشام دي، يعني اكتر غلطه احنا بنغلطها، بنشتغل فوق او في طاسه صغيره. لازم يا جماعه نشتغل في طاسه زي ديت بيدين، وتكون بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، عشان لما تيجي تقطعي بلح الشام ما يعجنش كله جنب بعضه تحت، يبقى كل واحده زي ما هي. ولما يجي الزيت يسخن هتلاقيه بدا يقب، كل واحده واخده المساحه بتاعتها بالظبط. تمام كده. طيب بعد ما بيطلع بص ما شاء الله ذهب ذهب ذهب، نبدا نقلي فيه لحد ما يطلع بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ايه بلح الشام بنبدا نجيبه كده اهوت من غير ما يتحط في شربات. تمام اهو، عايزك بس تجربي الشوكولاته البرطمانات الجميله، تقوم واخداها وتقوم حطها كده في النص. ده صدقوني ده حوار، ده انت لو جربتيه ومش فعلا والله مش هتبطلي تعمليه، وخفيف جدا وسهل. عارفه الاخت اللي كانت بتسال على الاكلير، تجرب ده كده ايه وتعمل الوصفه ديت لبلح الشام. بلح الشام ديت تعملها وتقول لي ايه الاخبار. اللي عايز يحط في شربات يحط في شربات عادي، اللي عايز يعمله بشوكولاته وده الاحسن. انا بصراحه اكلته من تحت ايد شيف بصراحه، اه والله، فمن ساعتها وهو معلم في دماغي. طيب بص يا استاذ احمد، تعالى بص هنا على بلح الشام ما شاء الله، بص اللي طالع عامل ازاي اهو، بص اللي احنا عاملينه على الهوا، بص ما شاء الله عامل ازاي. ما نقلبش فيه دلوقتي، ما ينفعش، لو قلبنا فيه هيعجن منك، فسيبيه شويه ياخد يشم النار، وبعد كده كل شويه يعمل ايه الحركه دي بس اهو حبيبي حاج. طيب بعد كده اهو بنبدا نعمل ايه، ادي اللي هو بالشوكولاته، نقوم واخدينه هنا كده، ونجيب عندنا طبق تاني وكل شويه كل واحده كده عليها شويه فستق كده من فوق. ده من غير شربات يا جماعه، ده ساده يعني ما حطيتش فيه اي حاجه خالص، طلعته وفتحته وحطيت فيه الشوكولاته، ونبدا نحط له شويه فستق كده صغيرين على كل حاجه على كل واحده. تمام، يبدا نقلب فيه لحد ما ياخد عندنا اللون الذهبي. المقادير قدام حضرتك، كان عامل وعاجن وكل حاجه عاملها لك على الهوا. تمام، نقوم جايبين اي فتح مني ابن اللذينه، عشان الكيس مش قوي. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيس منه رقيق شويه، لكن ايه اهم حاجه ايه نعرف نتصرف على طول، فالفضل الله تصرفنا اهو. وجبنا كيس تاني اهو يكون اتقل منه، ونبدا ننزل خيوط كده من فوق. وده الشكل النهائي عندنا
لبلح الشام نجيبه هنا ونحطه. بص عملته لك بثلاث اصناف، اما تعمليه صوابع ساده بالشوكولاته، او تعمليه بالشربات، او تبقى ايه تمرمغيه في الشوكولاته زي ده كده. عجينه كل حاجه عاملينها قدام حضراتكم، العجينه بالتكنيك بتاعها بكل حاجه، ومطلع لك الحاجه ما شاء الله. بص طالعه على الهوا اهي. ابدا قلبي فيه وعلي النار على الاخر، لما ينشف تعلي النار، لان يا جماعه النار لو هاديه على بلح الشام، دي نقطه مهمه لازم اقول لك عليها، لو النار علي وهاديه على بلح الشام دلوقتي هتلاقيه بينكمش معاك، بيكش منك. فلازم تعلي النار عشان يطلع معاكي مظبوط ومقرمش وزي الفل. بص قدامك ازاي ما شاء الله. صلاه النبي على بلح الشام، بص طالع عامل ازاي، ذهب ذهب ذهب، حاجه ما شاء الله محترمه اهيت. تبداي اللي انت تطلعيها وتسيبيها عندك اللي هي تبرد، ونبدا اللي احنا اللي عايزه تحطها في الشربات حطيها، عايزه تبداي اللي انت حضرتك تاخديها وتعمليها ساده زي اللي احنا عملناها لهنا والشيف.